السلام عليكم جميعا، معكم عمر رأفت من فريق اي تيم. اليوم بدي احكي عن التمبلتس، التمبلت كلاسز والتمبلت فانكشنز. الاثنين نفس المبدأ، يعني اذا عرفتوا التمبلت فانكشنز هي نفس الكلاسز، بس انه بدل ما نستخدمهم على فانكشنز بنستخدمهم على كلاسز. بداية انا لو عملت فانكشن بجمع فيه رقمين، الفانكشن هذا اللي اسمه add باخذ اثنين انتجرز بجمعهم، فالناتج بيكون انتجر فبرجع انتجر return type. لو بدي انادي الداتا تايبس اللي مسموح لي اعطيه اياها هي انتجرز، ولو سمح لي اعطيه غير الانتجر الكومبايلر راح يعمل لي اياه كاست لانتجر. بالنهايه القيمه العدديه اللي راح ترجع لي هي انتجر، لان لو انا كنت بدي اتعامل مع دبل بحيث انه انا راح اعطيه دبلز وراح يرجع لي دبل، راح اضطر اني اعيد كتابه هذا الفانكشن مرتين، راح اكتبه مرة ثانية وراح اعرف اني بدي اعطيه فلوت وبرجع لي فلوت بدل انت زي ما عملت هون، عفوا دبل، ولو بدي فلوت بدي برضه اقول له فلوت وزي هيك. فالتمبلت موجودة لهذا السبب، اذا انت مش مهتم بالتايب اللي معك بدك تعمل نفس الفانكشناليتي لاكثر من تايب، بغض النظر اللي نادى هذا الفانكشن ايش اعطى بارامترز، نستخدم التمبلت. التمبلت بسيطين جدا، بتكتبوا تمبلت هون تمبلت، بعدين نفتح أقواس من النوع هذا اللي هي الأسهم، وبكتب هنا عندي كلمتين ممكن أكتبها هون، واحدة كلاس مع إنه مش منطقية التسمية الصراحة، كلاس أنا مش مقتنع فيها، أو تايب نيم اللي هي منطقية أكثر. التنين بالضبط نفس الإشي، لو كتبت كلاس أو تايب نيم هون ما بتفرقش. أنا راح أسميه تايب نيم، بس ممكن بعدين أستعمل كلاس بحيث نستعمل التنتين. راح أعطيه اسم هذا التايب، يعني أنا هلأ بعمل تايب مزيف مجرد تمبلت مش حقيقي، راح اسميه تي. وجملة التمبلت هاي اللي ما بتنتهي بسيمي كولون كتبتها فوق الفانكشن اد، فبالتالي انا حكيت انه الفانكشن اد راح تنعمل له ابلاي له بس هاي التمبلت، يعني هاي التمبلت موجودة بس لهذا الفانكشن اللي اسمه اد لانه معرف تحتيه مباشرة. فالان انا عندي عندي تايب وهمي اسمه تي، فباجي بقول له اللي انت بتاخده هو تي، بتاخذ 2 تي وبترجع تي. هلا شو هو التي هون؟ لما انا قلت له انت بتاخذ تي وبترجع لي تي، ايش هو التايب تي؟ الفكره انه التايب تي مش موجود فعليا، يعني تي ممكن يكون اي شيء، فبالتالي تي راح يتم تعريفه لما انت تنادي الفانكشن. انا هون ناديت اد ب 2 دبلز، بالتالي الفانكشن اد راح يصير ياخذ دبل اي دبل بي ورجع لي دبل. يعني الكومبايلر اللي سواه باختصار هو انه عاد كتابة هذا الفانكشن اللي اسمه اد، بس لما اعاد كتابته لاني ناديته بدبلز عوض مكان تي، يعني تي زي بليس هولدر هون عوض مكانها كلمة دبل، بس لاني انا اخترت اناديه بدبل. لو رجيت هنا ناديت هذا الفانكشن مرة ثانية وانا هيك اعطيته فلوت، هذا الفانكشن اد راح يصير فلوت. هلا في اشي زيادة ممكن نعمله عشان نحدد احنا، يعني انا مش هتطلع على هذا السطر 14 واتحذر فانكشن اد ايش باخذ وايش برجع ايش التايب تبعه، بقدر بما انه هذا تمبلت فانكشن مش فانكشن عادي بقدر افتح اقواس مثل اللي فتحتهم هنا واقول له انت بتاخذ دبلز دبل، اعطيه تايب دبل. انا هيك فهمته انه اول شيء فهمت القارئ انه هذا الاد عباره عن تمبلت فانكشن مش فانكشن عادي، هو عباره عن فانكشن بيستقبل تايب مش بس باراميترز، والتايب هو اللي بيحدد بايش بده يشتغل. لو حددت هنا تايب معين مثل فلوت، انا هيك حكيت للكومبايلر انه اكتب لي اد بس هالمره اعمله فلوت مش دبل. وبرضه بدي اوضح موضوع التمبلت وكيف انه هذا الفانكشن مش موجود اساسا. اد هنا مش موجوده لانه تي مش تايب معرف، احنا ما عرفنا، احنا بس حكينا هنا زي عطينا بلو برنت تمبلت وهميه للكومبايلر نقول له كيف يستعمل اد، يعني لما حدا ينادي اد احنا حكينا له خد التايب. وشايف انا شو بسوي هنا؟ اول شيء انا باخذ اثنين باراميتر صح؟ مش مهم التايب، اليوزر بحدده. وشايف انا شو بسوي هنا بهذا السطر؟ بعمل اي زائد بي. انت بدك تعمل لي هذا الحكي، الكومبايلر بده يعني بده يرجع يكتب هذا الفانكشن بس يبدل تي بالتايب اللي اعطاني اياه اليوزر او حدده هنا. بامكاننا ما نحدده يعني زي هنا مثلا، انا ما قلت له انه انا بستعمل فلوتس، بس هو لحاله عرف، بنسميه امبليسيت تايبنج انه هو فهمها لحاله يعني. وهذه هي التمبلت بالنسبه للفانكشن، هي مجرد المخطط اللي الامبلمنتيشن تبع هذا الفانكشن لازم يلحقه.
الكومبايلر لما يجي يعرف هذا الفانكشن لازم يلحق اللي احنا قلنا له هذا الفانكشن شو بده يسوي. فمثلا انا بقدر اعمل print function، حلو، void print، والبرنت هذا بيشتغل زي السي اوت. السي اوت بياخذ اي شيء بنعطيه او بيعمل له برنت، فانا بدي اخذ اي شيء هنا شو مكان التايب تبعه واعمل له سي اوت. بس المشكله انه لو اخذت اللي بدي اياه وعملت سي اوت لفال بوضع طبيعي بدي احدد تايب لها، فمش حقدر انادي برنت بتايب غير الانتجر. فباجي بقول له بدي تمبلت، حستعمل كلاس. عاده اتوقع بالجامعه بيستعملوا كلاس اكثر شيء. هون ممكن اكتب اي شيء غير تي اللي بدي اياه. راح اسميه اتش مثلا، وعادة بحطوا تي من تايب يعني. وهون بقدر انادي فانكشن اللي اسمه برنت باول اشي string، بقدر ارجع اناديه بانتجر، بقدر ارجع اناديه باي تايب ممكن، وراح يشتغل لانه كل مره راح ينادي فانكشن مختلف له نفس الامبلمنتيشن لكن بيستقبل تايب مختلف بناء على اللي طلبته. وهنا يعني بسيط البرنت، بامكاني اذا بدي بامكاني اقول انه هاي والله string، بس يعني مش مضطر. وبقدر كمان استخدم التمبلتس مع كلاسز مش بس فانكشنز، ونفس الفكره تماما. قبل ما اعرف الكلاس هقول له انه هذا بيستعمل تمبلت، وهقول له تايب نيم حسميه تي، كلاس نمبر هذا بس بعمل ستور لنمبر وبرجع لك اياه الكلاس. النمبر اللي بعمل له ستور الفكره فيه انه ممكن يكون اي شيء، يعني انا ممكن اعمل اوبجكت من هذا الكلاس وادخل فيه نمبر فلوت انتجر دبل ما بتفرقش، انا لونج لونج انت انا اللي بختار. فالنمبر عنده من تايب تي، تي هون تايب عادي مثل انت بقدر استعملها باي مكان. public عنده constructor، الكونستراكتر بالتالي راح ياخذ argument من تايب تي اللي بحددها اليوزر، لانه ان من تايب تي فانا راح اخذ نفس التايب يعني، وبدخلها عندي بالبرايفت member. بعدين عندي debtor برجع ان، فبالتالي بده يرجع تي مثل اي كلاس في الدنيا عادي. بعمل منه object هلا، بحدد اسم الكلاس. بس الفرق هنا انه لما اجي استعمل كلاس بدي اعطيه، بدي اقول له التمبلت تبعته ايش تستخدم. فبفتح اقواس، قبل انا لساتني بس اسم الكلاس ما عرفت اسم الاوبجكت نفسه. نمبر بفتح اقواس والاسهم وبقول له انا بدي فلوت، بدي استعمل فلوت. وانا عمري بحياتي ما كتبت فلوت صح، مش عارف. شايفين؟ اوكي. حسميه نم الاوبجكت وحنادي له الكونستراكتر وحاعطيه 32.0f. اعطيته فلوت كارجمنت، هاي اللي هي ان، ان راح تاخذ تايب تي اللي انا حكيت فلوت، فلازم اعطيه فلوت. ما بنفعش اقول له فلوت واجي اعطيه سترينج مثلا، هذه راح تكون ايرور. لو جيت اعمل لها كومبايل هذه ايرور قد الدنيا، لانه ما بنفعش اعطيه سترينج وانا قايل له بدك تكتب لي هذا الكلاس كفلوت. فانا بعطيه فلوت تايب. بعدين طبيعي جدا بنادي سي اوت num dot det، بنادي الجيتر زي ما هو. بعمل كومبايل هلا وبرجع لي 32. فهذه هي التمبلت، بنحددها فوق الفانكشن او الكلاس وبنقول له انه باسمها تمبلت. هاي التمبلت اللي بدك تطلع عليها لما تيجي تكتب هذا الكلاس. متى تكتب هذا الكلاس عن جد؟ لما اليوزر يناديك ويعطيك ايش التايب اللي تستخدمه، وقتها انسخ هذا الكود بس بدل تي بالتايب اللي اعطاك اياه اليوزر. وبتنفع على كلاسز او فانكشنز. ومره ثانيه تايب نيم هاي ممكن اكتب هون كلاس، ملهاش اي دخل بكلمه كلاس هون، ما بس هي مجرد تسميه. وهذا هو موضوع التمبلت بس، ويعطيكم العافيه جميعا.